موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مراحل تصنيع لقاح كورونا المصري سينوفاك الصيني. وقالت الدكتورة هالة زايد أن لقاح كورونا المصري سيسجل باسم سينوفاك فاكسيرا، وأشارت إلى أنه سيتم استقبال جرعات جديدة للقاح فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة تليه افتتاح مراكز لتلقي اللقاحات. وأوضحت أن المعامل المركزية ستقوم بعمل تسلسل جيني لفيروس كورونا من خلال المساحات، ولا توجد سلالة جديدة من كورونا متحورة بمصر، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعيا لمتابعة مراحل تصنيع لقاح فيروس كورونا المصري. وأضافت وزيرة الصحة أن اللقاح المصري يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة، مضيفة أن الإنتاج سيكون في شهر يوليو القادم، ويليه تقييم لتلك الجرعات من هيئة الدواء المصرية. وتمهيدا لتصنيع لقاح كورونا المصري سينوفاك، تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات. وعن التجارب التي أجريت قبل البدء في تصنيع لقاح كورونا المصري، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان أنه تم التواصل مع الصين في شهر أكتوبر الماضي، وجرى البدء في التجارب بمصر، وفي القريب العاجل سيبدأ تصنيع اللقاحات في مصر، وذلك في مصنعين تابعين لفاكسيرا من خلال مصنع 60 في فاكسيرا بطاقة 20 مليون جرعة في العام. كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توقيع 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر وإفريقيا. وافق البرلمان مبدئياً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عوناً سواء بالسماح عمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة. قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أنه سوف يتم انعقاد امتحانات الترم الثاني بجامعة عين شمس بداية شهر يونيو حتى أول أسبوع في يوليو. وأضاف الدكتور محمد خلال تصريحاته لصدى البلد أنه منذ بدء الفصل الدراسي الثاني لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة، مع الالتزام بارتدائها طوال فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد عزم المملكة إقامة شعائر الحج لعام 1422 هجرياً وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية. وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه سيجرى الإعلان لاحقاً عن الخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام. وأوضحت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتة إلى الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام. وشددت على عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لهذا العام بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة. زفت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين حول طقس أول يوم العيد، حيث تشهد الأحوال الجوية اعتباراً من الاثنين المقبل انخفاضاً في درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع الجاري. ويكون الطقس أول يوم العيد وخلال هذه الفترة اعتباراً من غداً الاثنين ما بين مائل للحرارة على الوجه البحري والسواحل والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويبقى الطقس معتدلاً ليلاً يصاحبه نشاط للرياح على عدة مناطق مختلفة بالبلاد. وإلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.